يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. سنة جديدة مليئة بالحب والسعادة والأخبار الحلوة، سنة جديدة خالية من الأحزان ومن فيروس كورونا يا رب. كل عام أنتم بخير، وكل عام أنتم حبايب قلبي ووجهاء وكذا. اليوم أعزائي الوجهاء راح أشارك معاكم مجموعة من أفضل الأفلام اللي تابعتها في سنة 2020، السنة اللي بكينا فيها، فرحنا فيها، انحجرنا فيها، سنة ما راح ننساها ما حيينا. صحيح تأجلت فيها أفلام كثيرة، صحيح خيبت آمالنا برضو في أفلام كثيرة، ولكن إنها راح تظل سنة رائعة، والأكيد إنه كل شخص فينا يحمل ذكريات جميلة لهذه السنة، صح ولا لا؟ على كل حال، هذه مجموعة من الأفلام اللي قدرت أتابعها وأشوف إنها مميزة في هذه السنة، السنة الماضية يعني سنة 2020. وأنتوا عارفين الأفلام الحلوة في 2020 تنعد على صابع، فإذا في فيلم أنت تعرفه وما راح تلقاه في فيديو اليوم فهو واحد من ثلاثة: يا أما إنه شفته ما عجبني، يا أما إنه باقي ما تابعته، يا أما إنه حق نتفليكس. تخيل أتكلم عن أفلام نتفليكس، بالله تخيل كده، تخيل. المهم عزيزي الوجيه، عشان لا أكثر الكلام، لايك واشتراك لو أنت مشترك، وليتس جيت ستارتد. الفيلم الأول تينت، ما يحتاج، سموها واسطة، سموها اللي تسموها. حقيقة يا جماعة الفيلم هذا، فيلم تينت، بالرغم من إني واجهت صعوبة في فهم واستيعاب أحداثه بشكل كامل، إلا إنه يعتبر واحد من أغرب التجارب اللي خضتها في سنة 2020. الفيلم يعني كذا جمع ما بين السفر عبر الزمن والجاسوسية بطريقة خلينا نقول ما سبق وشفناها. ايوه والله ما قد شفنا شيء زي كذا، قد شفتوا سفر عبر الزمن وجاسوسيه بالشكل ده؟ مستحيل. يعني حكايه انك تسافر عبر الزمن عن طريق بوابه، عن طريق سياره، عن طريق اي نيله ثانيه، خلاص فكره ذي مكرره، شفناها لين طفشنا. عمو نولان قال لك لا يا حبيبي، سفر عبر الزمن اوكي بس بطريقتي. عمو نولان قال لك يا حبيبي انا راح اسوي العالم كانه شريط او كانه مشهد طويل، اقدر ادخل الى نقطه معينه، وبدل ما القى نفسي في النقطه المعينه اللي انا ابغى اوصل لها، لا راح ألقى نفسي في مواجهة نفس الزمن بالعكس. يا أبويا فيلم يلحس المخ صراحة، من جد أنا قاعد أحاول أشرحه لكم. يعني المهم إنه السفر فيه عبر الزمن كان كذا بالعكس، وأشياء رهيبة. الفيلم تابعته أكثر من مرة، وكنت ناوي أسوي فيديو شرح وتحليل الأحداث، واو جدي أنا، بس والله صعب، مرة صعب. كنت معتمد على داني بوكس، بس واضح إنه مرة مشغول أو إنه مو فاهم، ما هو فاهم. أنا تقريبا فهمت 50% من أحداثه، باقي الأحداث يعني استسلمت وفقدت الأمل إني أفهمها، وعلى قولة واحد من المتابعين أنا عقلي سوى اللي عليه. وفعلا والله أكثر من كذا ما أقدر أسوي يعني. فيلم صعب، فيلم صعب، تحسه كذا مادة بس حلو. غير مشاهد الأكشن، يا أخي الأكشن رهيب، إيش هذا يا عمو نولان؟ أنت كيف؟ على كل حال، مو لازم تكون فاهم الفيلم كامل، عادي تقدر تستمتع فيه لو إنك فاهم الفكرة الأساسية وبتنبسط وكل حاجة. ياب، تقييم الفيلم 9/10، ما زال زي ما هو، نفس المراجعة الأولى، تقييمي هو ما فيه، 9/10، والفيلم تقييمه على موقع IMDB 7.6/10. ليش كذا يا جماعة؟ إيش بكم؟ 8 من. الفيلم الثاني Sound of the Metal، واو يا هذا الفيلم يا جماعة، قوي، فيلم قوي، فيلم درامي موسيقي من إنتاج أمازون برايم. أشوفوا يا جماعة، الهدف الكبير من صناعة الأفلام هو إنه المخرج يمرر لك أكبر قدر من المشاعر، صح ولا لا؟ يعني يحاول يعيشك كل التفاصيل الصغيرة البطل القصة، وهذا الشيء يتم عن طريق المشاهد، الكلمات، الحوارات، الأصوات. بس في هذا الفيلم المخرج برضو قدر إنه يمرر لنا مشاعر البطل عن طريق كل لحظات الصمت. فيلم صامت ومزعج في نفس الوقت، فيلم مؤلم وملهم في نفس الوقت، فيلم فعلا كان مختلف. ورز أحمد الممثل البريطاني من أصول باكستانية قدم دور مرة مجنون يا جماعة، الولد مرة موهوب، مرة موهوب. قصة الفيلم بالمختصر عن روبن وحبيبته لو، عندهم فرقة موسيقية بسيطة ومتنقلة، هو قارع طبول وحبيبته عازفة ومغنية. من بداية الفيلم المخرج يوضح لك كمية الإزعاج والفوضى اللي عايش فيها بطل القصة، أصوات موسيقية عالية، غناء صاخب ومعزوفات حادة قد لا تثير إعجابك على الإطلاق، ملامح وجه البطل نفسها توضح لك كمية الأصوات اللي جالسة تدخل إلى مسامعه، وفي نفس الوقت تشوف كيف إنه بالرغم من هذا الإزعاج، بالرغم من كل هذه الفوضى، إلا إنه هذا المتنفس الوحيد له والشيء اللي يحبه ويلقى روحه فيه. وتدريجيا وعلى إثر هذه الموسيقى والضجيج والحياة الصاخبة اللي هو عايشها، يبدأ يفقد قدرته على السمع. فيلم يحمل رسالة كبيرة ومهمة لكل إنسان. كيف راح يسوي روبن؟ كيف راح يتقبل حياته الجديدة؟ حياته القديمة كانت صاخبة ومليانة إزعاج وأصوات، وحياته الجديدة عبارة عن صمت مطبق. فيلم يستحق المشاهدة بالتأكيد، وتقييمه له 8.5/10، وعلى IMDB 7.8/10. الفيلم الثالث سول، رجع لنا ديزني واستديوهات بيكسار بهذه التحفة الرهيبة. فيلم ممتع بصريا موسيقيا، الرسومات والعالم المبتكر والأفكار فيه، كل شيء كان رهيب للأمانة. والأهم والأكيد، اللمسة الكوميدية اللي فيه كانت جدا موزونة،
ما هي مرة زيادة بايخة ولا هي مرة قليل ما لها معنى، لا كذا موزونة. قصة الفيلم ببساطة عن شخص يعشق موسيقى الجاز، ولكن الحياة ما كانت رؤوفة فيه بما فيها الكفاية، وما قدر يحقق حلمه هو انه يصبح موسيقي معروف او على الاقل يمارس هذه الهواية في المكان المناسب. ولكن في يوم ما تحصل هذه الفرصة ويلقى نفسه على بعد خطوة من تحقيق حلمه، والمفاجأة انه يموت وينتقل الى عالم الارواح او عالم ما بعد الموت. توقع اني حرقت عليك صح؟ لا هذه بداية القصة، بس الأحداث تبدأ من هنا على طول، وتبدأ رحلته هناك في عالم الأرواح أو عالم ما بعد الموت في محاولة إنه يرجع إلى الحياة. يا أخي دوبني بحقق حلمي أموت، لا ما يصير، أبغى أرجع للحياة. فيلم عبقري بفكرته، مجنون بتقديم وطرح قصته، راح تضحك راح تتأثر والأكيد راح تستلهم الكثير من أحداثه. فيلم يمزج ما بين الخيال والواقع بشكل مرة رهيب يا جماعة، وبالرغم من إنه 99% منه خيال في خيال، إلا إنه راح تجيك لحظات وتقول واو يا اخي تجسيدهم للفكرة، تحسها كذا كأنه هذا اللي بيصير، يعني لو انه في شيء بيصير بيكون بذا الشكل. تقييم الفيلم 8/10، والفيلم حاصل على تقييم 8.2/10 على موقع IMDb. الفيلم الرابع The Invisible Man. الفيلم هذا كان مفروض اشوفه سينما، وشكرا يا رب اني ما شفته سينما، لانه ايا كان الشخص اللي بيكون جالس جنبي او حواليني كان راح يكرهني ويمكن يطلع من الازعاج اللي بسويه. انا ترى ردود افعالي اذا انفجعت انفجع شكلي يصير اهبل كذا، فالحمد لله اني ما شفته سينما. هو صح انه ما كان فيه لقطات مرعبة كثيرة، بس لما تيجي لحظة مرعبة اعرف انك راح تقفز من مكانك. الفيلم كان مصنف كدراما وغموض ورعب، بس حط لي خطين تحت كلمة رعب اوكي، لان انا ما نتكلم عن رعب اشباح او وحوش او جن، بل رعب من نوع اخر، ما ودي اخوض في التفاصيل يعني عشان لا احرق عليك، بس بالفعل رعب اذا قالوا لك رعب. والممثلة اليزابيث كان لها الدور الاكبر في انها تخليك تعيش تجربة الرعب والخوف وعدم الطمأنينة، سواء بتقديمها للدور بالشكل المطلوب او بقوة ملائمة شخصيتها وملامحها والكاريزما تبعها للدور. في هالفيلم قدمت لنا اليزابيث دور سيسيليا، بنت قد يخطر ببالك انها تعاني من انفصام شخصية او شيء زي كذا، وفيه كيان من نوع غامض يلاحقها ويسعى وراءها. طول الفيلم بتظل تشكك في كل الاحداث، راح تحكم وراح تغير احكامك في نفس الوقت، وبالرغم من انه لحظات الهدوء اكثر من لحظات الاكشن والاثارة، الا انه حتى في لحظات الهدوء والسكون راح تظل مترقب شيء يحصل وراح تظل على اعصابك. للامانة كتجربة رعب كتجربة غموض اشوفه فعلا واحد من افضل افلام 2020. تقييمي للفيلم 7.5/10، والفيلم حاصل على تقييم 7.1/10 على موقع IMDb. الفيلم الخامس Nomadland. يا اخي الفيلم هذا اول شيء درامي بحت 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 مره درامي، فاذا ما تحب افلام الدراما واللي كلها قصص وحوارات واقعيه انسى الموضوع، لا تتابعه ما راح يناسبك. الفيلم هذا يا جماعه للامانه خلاني اتاثر بشكل كبير. الحياه يا اخي مره قاسيه مرة قاسية، مو كل واحد في هذه الحياة ولد وفمه ملعقة ذهب، فاهمين علي؟ مو كل واحد في هذه الحياة عايش حياة مثالية، الحياة مرة صعبة، حتى لو ما هي صعبة إلا لابد إنك كذا في يوم من الأيام حسيت إنها مرة معفنة، وطريقة تعايش الناس وتقبلهم لمصيرهم يختلف من شخص لآخر، فيها الإنهزام اللي يستسلم، وفيها القوي اللي يكافح، وفيها الغير مبالي اللي يترك الحياة تبحر فيه ومثل ما تيجي تيجي. الفيلم هذا خلاني استرجع ذكريات كثيرة عن حياتي، مع إنه ما يمثل أي شيء من ذكرياتي فعلا، بس في شيء كذا خلاني أتساءل وأتفكر في كل شيء سويته في حياتي. فيلم عن قسوة الحياة، عن الفقدان، عن المضي قدما، عن اللقاء، عن الوداع، عن الموت، عن الحياة. فيلم كفيل إنه يخليك تعيد التفكير في كل ذكرياتك وقراراتك. فيلم واقعي مرة، واقعي واقعي بزيادة يعني. طبعا هذا كله كوم اللي قلته، تجسيد الممثلة العظيمة فرانسيس مكدورمند للدور واو. قصة الفيلم عن فيرن، سيدة بلغت من الكباريتية، شافت الكثير في حياتها، بل انها وصلت لمرحلة ما عاد يهمها اي شيء في هذه الحياة سوى انها تلقى معنى اخير لحياتها وتموت على الاقل بسلام. وفي لحظة ما من عمرها تقرر انها تعيش حياتها باسلوب الرحل او النوماد. النوماد او الرحل يا جماعة هم ناس يعيشون في سياراتهم او في الفان او السيارات المتنقلة هذه، ويتنقلون عبر المدن والقرى والضواحي. حياتهم كلها عبارة عن تنقل من مكان الى مكان، ويشتغلون في وظائف موسمية، يعني ببساطة كذا حياتهم عبارة عن تجارب جديدة، كل يوم تجربة جديدة، كل يوم اشخاص جدد، كل فترة وظائف متغيرة. حياة صعبة بس على الاقل فيها معنى، ما ادري كيف ممكن اشرح لكم، بس
يعني حياة لها قيمة ما فيها روتين. حقيقة يا جماعة القصة كانت مرة مؤثرة وملهمة بنسبة كبيرة، ولا أخفيكم إن عيوني دمعت في كم مشهد، والفضل يعود للإخراج والسينما فوتوغرافي والموسيقى التصويرية. الموسيقى التصويرية هي اللي كانت تخليني أعيط صراحة. الفيلم للآن ما نزلت له ترجمة لا عربي ولا إنجليزي، ولا أدري وش السبب، ولكني شفته بدون ترجمة وقدرت بلغة البسيطة يعني إني أفهم قصة البسيطة. وتقييمي للفيلم 8.5/10، والفيلم حاصل على تقييم 7.9/10 على موقع IMDb. تحب الدراما والقصص أقرب للواقع لا يفوتك. الفيلم السادس Another Round، فيلم درامي وكوميدي، ولكن الدراما فيه بنسبة 85% تقريبا أو أكثر. الكوميديا مرة بسيطة صراحة وما هي أساسية، يعني الفيلم برضو مناسب لمحبي الدراما أكثر. الفيلم فكرته غريبة حقيقة، يعني بطل القصة هنا معلم تاريخ، حياته تحولت إلى كومة من الروتين الممل، سواء على الصعيد العائلي أو على الصعيد الاجتماعي بشكل عام. ينام يصحى يداوم يرجع البيت يأكل ينام، روتين ممل. حتى عياله وزوجته خلاص طفشانين منه، نفسه ما يلعب معهم، مرة ممل. في يوم من الأيام يجتمع هو أصدقاء المعلمين اللي هم أصدقاء المقربين في نفس الوقت، ويقررون إنهم يعملون تجربة على أنفسهم، والتجربة هي إنهم يشربون كحوليات في عز النهار وبشكل مستمر، بحيث توصل نسبة الكحول في دمهم إلى حوالي 0.5%. نسبة بسيطة، مرة بسيطة، بس يحاولون يحافظون على هذه النسبة في دمهم. الفكرة مرة غريبة أي نعم، بس النسبة هذه والفكرة بحد ذاتها يفترض أنها مبنية على فرضية، وهي أنه الإنسان لما يولد وفي دمه نفس هذه النسبة من الكحول، والنسبة البسيطة هذه يفترض أنها تكون مسؤولة عن روقانه وعفويته ونشاطه وإبداعه. فيقولون خلاص إحنا بننطلق في هذه المهمة وبنتقابل كل يوم ونشوف كيف النتائج، وهل هذه التجربة صحيحة ولا لا. الفيلم من الدنمارك للمعلومية، وهذا يعتبر ثاني فيلم دنماركي أتابعه. الفيلم الأول كان The Hunt وكان مرة أسطوري. الفيلم لنفس البطل مادس ميكلسن، وبرضه لنفس المخرج والكاتب توماس فينتربيرغ. حتى أجواء الفيلم مشابهة كثير لأجواء فيلم The Hunt، كونه من الدنمارك وكونه كمان لنفس المخرج والكاتب والبطل. تقييم للفيلم 8/10، والفيلم حاصل على تقييم 7.9/10 على موقع IMDb. الفيلم السابع Onward، فيلم بيكسار الأول في سنة 2020. ولما أقول لكم بيكسار فغالبا الكل يعرف أننا بنتفرج على شيء مختلف وجديد كليا، تجربة جديدة من ناحية الفكرة والقصة، تجربة جديدة من ناحية العالم والمخلوقات اللي فيه، فضلا عن المتعة البصرية اللي تميزت فيها استديوهات بيكسار من رسم وتحريك وألوان وموسيقى وغيره. هذا كله كوم، والرحلة الحالمة اللي راح تخوضها كمتابع مع شخصيات الفيلم وأحداثه كوم ثاني. قصة الفيلم بالمختصر عن اثنين اخوان من عشيرة الجان او الالف، ينطلقون في مغامرة لمحاولة استرجاع روح ابوهم من الموت والى الحياة ولمدة يوم واحد فقط، وعلى اثر هذه المغامرة وهذه المحاولة تواجههم الكثير من المصاعب. رحلة شاقة وممتعة في نفس الوقت، يتعلمون فيها الكثير من الامور وتقوي علاقتهم الاخوية ببعضهم البعض، وبرضو تخليهم يكتشفون الكثير عن انفسهم. الفيلم للامانة ممتع ولطيف يا جماعة، وانصحكم تتابعوه. وتقييم له 7.5/10، وتقييمه على موقع IMDb 7.5/10. واضح اني متأثر في IMDb، او IMDb يقلدوني، او انه انا وIMDb كذا نفس الذوق، سبحان الله. الفيلم الثامن بالم سبرينغ، فيلم كوميدي فانتازيا وغموض. ما اتوقع انه كثير منكم راح يشاركوني حب هذا الفيلم، ولكن انا تابعت الفيلم واعجبت فيه لسببين. السبب الاول عشان الممثل الرهيب والمحبوب اندي سامبرغ، ويمكن اغلبكم يعرفونه من مسلسل بروكلين 99. والسبب الثاني هو اني احب هذا النوع من الافلام، او الافلام اللي تدور احداثها حول شخص يكون عالق في لوب مستمر او حلقة مستمرة. بطل الفيلم هنا بطريقة ما يلقى نفسه عالق في تاريخ ويوم معين، طريقة ما تنضم له بنت في هذه التجربة غير طبيعية وتحاول تخرجه وتخرج نفسها منها. اي نعم الفيلم مكررة فكرته، ولا هو فيلم تقييمه 10/10، ولا هو فيلم سوف يخلد في التاريخ، ولكن بالنسبة لي اشوف واحد من الاعمال اللي انبسطت عليها في عام 2020، سواء من الناحية الكوميدية او من ناحية القصة وبساطتها ولطافة اجواءها. تقييمي للفيلم 7/10، والفيلم حاصل على تقييم 7.4/10 على موقع IMDb. لكم نتشابه. الفيلم التاسع والاخير The Gentleman، خليته في الاخير لانه نزل في 2020 بس انه مصنف ضمن افلام 2019، ما علينا من ذا الكلام. المهم انه الفيلم مره رهيب، مره رهيب، انبسطت عليه. وبعدين احنا نتكلم عن مين؟ جاي ريتشي، يضبط المظابيط، يخرج لك افلام مجنونه وغير اعتياديه كالعاده، غير الاسماء الكبيره اللي شاركت في هذا الفيلم. شوف 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 الصوره دي، وشوف ايش هذا، ايش ذا كله. هو الفيلم مصنف اكشن كوميدي جريمه، بس الاكشن فيه مره بسيط. العيال اخذتهم للفيلم في السينما ناموا علي، بلشه كانوا متوقعين مسدسات وعصابات، وتفاجئوا بفيلم حوارات وكوميديا كذا اكثر من مجرد اكشن. عموما الفيلم مره بطل، وطالما اننا نتكلم عن جاي ريتشي اعرف انك بتضحك وبتستانس على الفيلم مره، لا تشيل هم. قصه الفيلم بالمختصر عن تاجر حشيش امريكي يحاول
يسيطر على تجارة الحشيش في بريطانيا أو بالتحديد في لندن. شوفوا هو تاجر حشيش أوكي، بس عنده مبدأ. كيف؟ بتعرفون لما تشوفوا الفيلم. ما ودي الفيديو صراحة يصير أطول من كذا، بس هذا الفيلم للأمانة من الأفلام اللي لازم تتابعوها، بل إنه على إثر نجاح الفيلم حاليا قاعدين يعملوا مسلسل مشتق من هذا الفيلم. ما هو محدد مين بيكون أبطاله أو هل بتكون أحداثه مكملة لأحداث الفيلم أو لا، ولكن الأكيد إنه بيكون واحد من المسلسلات المنتظرة لا محالة. تقييم الفيلم 8/10، والفيلم حاصل على تقييم 7.8/10 على موقع IMDb. هذه كانت أهم الأفلام اللي تابعتها في 2020. وجدير بالذكر برضو إنه فيلم The Croods الجزء الثاني تابعته برضو في 2020 وكان مرة رهيب. يا أخي يا جماعة ما أفتكر إني ضحكت في 2020 على فيلم أكثر من هذا الفيلم. يا جماعة العيلة هذول محششين مرة رهيبين. أنا تابعت الجزء الأول أفتكر مرة زمان وانبسطت عليه، والجزء الثاني هذا انبسطت عليه أكثر وأكثر. لو ما تابعت الجزء الأول تابعوه وتابع الجزء الثاني، أوعدكم راح تنبسطوا عليه. لا تنسى الاشتراك في القناة لو انت مشترك، وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول. والأهم من هذا كله، إذا أعجبك الفيديو اضغط لايك علشان يوصل الفيديو لأكبر عدد المتابعين، وعشان نوصل 100,000 يعني في أقرب فرصة. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.